أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي للمحافظين الجدد: كافح الفساد أينما وجد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والعناية بمحدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وجد. وشدد الرئيس على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم بالمحافظين الجدد لمحافظات الأسكندرية والسويس والغربية وكفر الشيخ وأسوان وبورسعيد والشرقية والجيزة والمنيا والقليوبية وبني سويف ونواب الوزراء بوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة والإسكان والاتصالات، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية. السيسي يلتقي المواطن العراقي الهارب من أسر داعش الإرهابي. التقى رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد التي استطاعت التخلص من أسر تنظيم داعش الإرهابي لها، وأعربت خلال لقائها مع الرئيس عن خالص شكرها وتقديرها باسم المواطنين الأيزيديين لاستجابته لطلبها الالتقاء به خلال يومين، مؤكدة على تقديرها لدور مصر الكبير في العالم الإسلامي وفي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. واستعرضت المواطنة العراقية خلال اللقاء الهجمات الوحشية التي تعرض لها الأيزيديون من قبل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة سنجار شمالي العراق، وأوضحت أن الإرهابيين يبررون ذلك باسم الدين الإسلامي، منوهة إلى التاريخ الممتد من التعايش السلمي بين المسلمين والأيزيديين في العراق. الداخلية: ضبط 151 قطعة سلاح و 138 قضية مخدرات خلال 24 ساعة. وصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزية حملات تفتيشية موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائز الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري. رياضيا: ذئاب الجبل يتعادل مع الشرطة سلبيا في مباراة بلا روحة. تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلبيا مع نظيره اتحاد الشرطة بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الأسبوع العاشر لمسابقة الدور العام. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شتوي معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى تمتد إلى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.